مرحبا، شوكم اموركم احوالكم صحتكم عافيتكم شكم ماكو. رجعنا لكم بفيديو جميل ولطيف وخفيف وشريف وعفيف وعميق، يعني بما اني اخذ جماعه التيك توك فهو عميق جدا. سويت لكم فره بسيطه على الكابلات العراقيين اللي بالتيك توك. بما ان تعرفون انه الكابلات حول العالم لما تشوف فيديوهاتهم وتشوف حركاتهم ولطافتهم يسوي لك واهس تكبل، يسوي لك واهس تعيش اللحظه، يسوي لك واهس ترتبط. هنا لا، جايب لكم الكبلات العراقيين راح يكرهوكم بالحب بالتكبيل بالارتباط، راح يطلعوكم من دين الاسلام ملخص الكلام يعني. وجايب لكم مجموعه لطيفه من التيك توكريه العميقين اللي راح يكرهوكم بحياتكم وراح تغلطون وتتفلون عليهم هواي. قبل لا نبدا بهذا الفيديو شوفون هاي النماذج التعبانه النصردن. اذا انت جديد على القناه طب اشترك بالقناه حبيبي وفعل الجرس وخلي لايك، خلي لايك وتعال. انا جيت انا واياكم ويا اول كبل عراقي عضروطي نصردن. يوم احنا وين؟ لسه شو نسوي؟ لسه الله الله واو واو شنو هاي بالمسبح؟ قال هسه احنا وين؟ قالت له بالمسبح. شو نسوي؟ يعني واحد بالمسبح شو يسوي؟ يلعب دوبل يا بعد قلبي، يلعب اتاري بالمسبح اكيد السبحون. بس انا لفت انتباهها اكثر شيء انه الولد مخلي حمره ومخلي مكياج، والبنيه يعني صراحه ما جاي اميز بينك وبين البنيه. اهنيكم جدا على هاي العلاقه، استمروا. ويلي بنين المسوي، بنين المسوي يما عراس عراس، بنين المسوي عراس عراس المسوي. نو مو المسوي، لا المسوي. وتدرون يا بنين عندكم معلومة يا بنين، هذا اللي هو مستقتل وفيديوهاته كلها عليها. بنين بنين عني عني يا بعني ميت عليها. بنين الميسة والنهار كله يغني لها، ومو الموسوي لا الميسوي. شوف حتى بالبروفايل مالته بالتيك توك كاتب احبك بنين الميسوي. انت تدري بنين الميسوي هالايام عندها علاقة ويا مراد على مدار؟ تدري لو لا؟ بنين بنين مراد على مدار اتصل عليك. الو اهلين معلم، نورتني والله، انا كثير مشتاقه لك. انا قريب ان شاء الله باسطنبول. اي نعم اهلين معلم، والله انا كثير مشتقت لك، عن قريب في اسطنبول. واو واو شفتوا شفتوا بنين الميسوي وين جاي توصل؟ اليا مراحل انهم خليت الموسيقى هاي تن 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 تن. مال مراد علم دار يعني، بعد تحكي يا مراد علم دار. زين وهذا هذا اللي يحبك ام بنين الميسوي على راسي بني. راح ينكسر قلبه. خطيه والله خطيه. طيب راح اطلع انا. لا ما تطلع. ليش؟ احتاج لك. تفضلي؟ يلا اوكي. اوكي ما راح تطلع؟ لا اطلع. لا ما تطلع. لا اطلع. عنوان الفيديو راح اطلع اني، وكامشه منا لهذا الحنه مالته يعني كانه ما كامشت لها طلي هيك كلب صغيروني. حبيبي ما راح تطلع؟ لا راح اطلع اني، لا اشتاق لك. واو شنو هاي الحركات العميقه، شنو هاي العلاقه الحميميه والفيديوهات اللي كلها معنى. راح ملي الكعبه لا تسمرون. وصلوها لحبيبتي امر روحي لاجل عيونها. وصلوها لحبيبتي امرغل روحي لاجل عيونها. واو شنو هذا الفيديو، شنو هذا التمرغل والحركات اللي بالتراب ترى. ولكم ليش ليش تسوون بروحتكم هيك هسه؟ بعيدا عن انه الفيديو يعني مثلا متخذه كوميديا او شقة او مسوي صدق هو لهي الدرجه هو تافه ومعفن بحيث يسوي هيك فيديوهات صدق ما جايبتم. ترى الفيديو ما يضحك يعني، هسه انا ما اقدر اضحك على هذا الفيديو ولا اقدر استفاد من عنده شيء يعني. فيديو ما له داعي، انتم ليش تهينون بروحتكم وتنزلون من كرامتكم وقيمتكم على مود المشاهدات؟ ولكم 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 فضحتنا خرا عليكم. Oh,
جاي تلاحظون، جاي تلاحظون المضرطة والوضعية الخايسة والعفونية اللي جاي نوصل لها بمحتوانا على التيك توك، محتوى العراقيين العظيم، وخاصة دول الكابلات اللي على اساس كابلات، على اساس كابلات، وجاي يسوون برواحتهم انتو يهينون برواحتهم. والله شنو قال لما نزعل ما اقبل الا تبوسيد وما ارضى، وهي هي هي لمسحت للعاوية جاي كيف تصور يا فيديو هو مطلع وجهه وتجي تبوس ايده وهو يوخر ايده، ولكم ولكم الطم هسه اضرب راسي بالحائط، جاي تسوون برواحتكم انتم. ساعة بالثنتين وقاعدة كاتن الجوع اكل بس تفاح، شو اسوي؟ مسوي رجيم اريد اضعف لين عندي فقرات، والله احب الاكل بس شو اسوي؟ والله هسه قلبي يتمرد من الجوع بس مسوي رجيم على مود عندي فقرات. انا استفدت ايه من هذا الفيديو؟ انا هسه استفاديت وانت جاي تحكي لي معاناتك ويا الرجيم وعندك فقرات وكامشت لي سفاحة وتصورين ساعة بثنتين بالليل وتنشرين للعالم. انا هسه لما شفته شنو الاستفاديته؟ شنو المتعة بالموضوع لما كامشت تفاحة؟ والله انا مسوي رجيم وهسه ودي اكل بس ما اقدر اكل لاني مسوي رجيم، والله انا عندي فقرات ويصعد السكر وبيتنا بالايجار وده اصعد لفوق احتمال اوقع. شنو هذا الفيديو؟ شنو معناه؟ الكبير بعيني ولا ينعاد وقته راح أحبه انت وانت غير حبك. هسه غير انا يعني كشاب يعني الواهس يكون المفروض يصير لي لما اشوف التكائنات وكبلات، جاي تشوفون جاي تلاحظون المتعة بالموضوع، شلون علاقة هيك راقية ومتونسين بعلاقاتهم وشلون يشيلها هيك على ظهره، والوقفة شنو، الموسيقى شنو، اللبس شنو، على شنو احكي، شنو هاي شباب راح اطب بزرب واذا صعدتوا المقطع اذب وراها مي ار لين حرامات اذب مي من التانك ماكل بيتزا البارحة بالليل. يعني هسه انت شنو تريدنا مثلا اضحك على هذا الفيديو مالتك وهيك مي ار واذا ما ادري شنو ما اذبها لان ماكل بيزا وبالتواليت والوضعيه هاي الخايسه ولكم شنو جاي تسوون برواحتكم؟ والله انا ساعدتها بس صدق ليش انت تسوون برواحتكم؟ يعني ليش تسوون برواحتكم على مود مشاهدات و... يعني ماكو متعه، يعني ما اقدر اضحك عليها، يعني اكو واحد يقدر يضحك عليها هسه هذا؟ قول اشمئز من عنده، تلعب نفسي من عنده، ممكن انتقدك، ممكن اغلط عليك، ممكن اتفل عليك، ممكن اسوي هواي شغلات بس غير انه اضحك عليك، لان جاي تفشل بروحك وجاي تهين بروحك بالخالي بلاش، والعالم راح تنتقدك، ما راح تحبك بهذا المحتوى يا قياس، افتهموا. امي ثم امي ثم امي، انت 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 لاخر نفس يبقى بي ابقى احبك وانت تبقين انت عندي بس. أمي أمي ثم أمي ثم أم أنت 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 تبقين بقلبه أنت. واو رجعت هي أنت 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 شنو شنو هاي شنو هذا الفيديو؟ يعني شو استفاديت من هذا؟ جاي تسوون أنتم شنو هذا الفيديو؟ ليش أنا صار شفته أنت تحب أمك تحب زوجتك هي تحبك ما تحبك شكو جاي يصير؟ ايش ليش ليش ايش فيك؟ ما اخذ كاس العالم علي من هاي الحركات والحماس هذا اللي ما له داعي، ما افتهم انك انت جاي تحب فايز يعني بلعبه مثلا مسوي فد انجاز بحياتك، شنو الفيديو شو اغنيه وتصل بروحك؟ ليش هذا الحماس؟ شنو سببه؟ سمعت معاني ايش اقول قلول الوسط شو طايح بهوسه شن هالزبايل زعم سعلوسه اهل الطشه صاروا بس تفاهات من عني وشيل ايدك المتروسه من نسره ترقص لهذا وذاك محسب حسابه وكل شي بفلوسه هالمره الاعلام يصعد بلاصيت موش المحتوى لا تصعد ببوسه. انتم عندكم معلومه انه هي بهذا الفيديو هي جاي تقصف بنفسها وما تذب روحها؟ قصف مشاهير التافهين كاتبه عليه، يعني شوف لاحظ لي لاحظ من هي تقصف
ام نايم قاعد تقصف ابو سعلوسه وعني اللي هي كانت وياها النهار كله تصور هي وياها عني وهاي صيح نايم قاعد. يا هسه انت عود يعني مثلا انت افضل من عندهم وجاي تقص فيهم وجاي تحكين عليهم، ترى انت انقص من عندهم يعني وانقص من عندهم قاطات نار كله صحيح. نايم قاعد يعني اي محتوى كل شيء ما عندك، لا جاي تقدمين مثلا نصائح، لا جاي تقدمين فد محتوى مثلا كومي، ما عندك محتوى نهائيا غير بس النايم قاعد وطشيت بيها بالخالي بلاش، لان الصرخين ولان العالم تضحك عليك وانتقادات ما شاء الله مستمره عليك وتهم بعدك مستمره وبعدك جاي تقصفين بالعالم، يعني فوق ما انت محتوات خايس جاي تقصفين بالخايسين اللي مثلك. المهم وصلنا لنهايه الفيديو ويا عطلات التيك توك ويا المكبلين، شفت الكبلات واللطافه مالتهم والجمال، ان شاء الله عجبكم هذا الفيديو وان شاء الله من وراها ما ادري بكم راح تكبلون هواي، ادري بكم حبيتوا الفيديو وحبيتوا ذول الكبلات وحبيتوا هاي الوجوه اللطيفه اللي طلعت لكم. قبل لا تروح لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، واني احبكم هواي. باي.